ديما هو في كواليس هذه المفاوضات. هيثم مناع، كنت في طهران، كنت في موسكو، حديث عن جنيف 2. أنت تتحدث عن هذه الفكرة منذ فترة طويلة، ما الذي تغير حتى نتحدث من جديد عن جنيف 2؟ شيء بسيط، يعني أكثر الأطراف حماسا للحسم العسكري بدأ يقتنع بأن قضية الحسم العسكري قضية صعبة جدا. احتلال القصر الجمهوري لا يعني نهاية العنف في سوريا بحال من الأحوال، بل يمكن أن يعني حاية من الفوضى والعنف المعمم ومواجهات متعددة بعد مواجهات بين طرفين أو ثلاثة. في الوضع الحالي كثير من التغير في الموقف الروسي وكثير من التغير في الموقف الإيراني. أيضا البراغماتية الأمريكية تلعب دور في هذا. البراغماتية الأمريكية تقصد أن أمريكا الولايات المتحدة الآن قبلت بحضور إيران، قبلت بحضور السعودية، قبلت بحضور مصر مثلما تطالبون في هذا الاجتماع المزمع عقده قريبا في جنيف مثلما قال الأخضر الإبراهيمي. أولا تعطي فرصة للرباعية، أي الأشكال المتعددة الآن لها، بإضافة إلى الدول الأربعة اللي هي السعودية وتركيا وإيران ومصر، إضافة عدد من الدول غير الطرف مباشرة مثل ماليزيا وأندونيسيا والباكستان، وإضافة دول أيضا غير مسلمة، ونقاشات متعددة غير مباشرة على الصعيد الإقليمي تسمح بتهدئة إقليمية توفر المجال والأجواء لحل ثنائي أمريكي روسي. والولايات المتحدة قبلت بخطين الآن، خط تفاوض مباشر مع إيران حول سوريا، وخط مباشر أيضا مع إيران حول الملف النووي. إذن هناك حصل الفصل بين حصل الفصل أخيرا بين الملفين، وهذا مسألة كثير مهمة أكيد في لصالحي دور هام فيها. وأيضا هناك أيضا مسألة، يعني النقاش مع الأمريكان كان بكلمتين، ونفس الشيء مع الروس، أنه أخي إذا أنتوا اتفقتوا أنتوا و مع بعض، أكيد هولندا ما راح يعمل فيتو في الأمم المتحدة، ما تضحكش على بعض ولا الصين راح تعترض. إذن فلنركز في فريقي عمل جديين من أجل أن يكون هناك تسوية تاريخية حول الوضع السوري، على أساسها يتم التعاون مع الأطراف السورية والإقليمية. عماد حصري، الشكل جاهز، بقي المضمون. نعم، حقيقة في بعض الجمل ما كتير فهمتها من صديقي هيثم، أنه أولا يعني عليهم أن يتفاهموا. لماذا اليوم يعني هي المسألة أنه إذا تم التفاهم الولايات المتحدة وروسيا حول شكل الحل، هل يمكن للشارع السوري يقبل بهذا الحل بشكل مبين؟ يعني المسألة مو بهالبساطة بظن، وهو بيوافقني يعني أكيد على المسألة، فهي هذا واحد من المعطيات، واحد من الحوامل الأساسية للحل. اعتقد انه الحل السلمي، الحل السياسي لم يكن ابدا مرفوض من كل القوى السياسيه الا البعض اللي كان بالاصل عنده اجنداته الخاصه. اليوم الحل السياسي ما زال قائما بخروج بشار الاسد من دائره السلطه مباشره وتسليم السلطه، ومن ثم ندخل في مساله حوار. لا يمكن القبول ان ندخل في حوار سياسي مع نظام يعطي اوامره بقتل بإرسال الطائرات وقتل الشعب السوري واعتقال المثقفين، ولا سيما صديقنا المشترك مازن درويش الذي لم يأتي يوما بكلمة يعني مع العنف، كان دائما من أصحاب النضال السلمي ومعتقل له فترة طويلة. هناك الكثير من المحامين، تحدثنا عن عبد العزيز الخير منذ لحظات، يعني أنا وهيثم كمان هو من الذين يعني دائما يظهرون مواقفهم ضد العنف، فلماذا هو معتقل إذن؟ لأننا ندرس النوايا النظام، لا يمكن لهذا النظام الاعتماد عليه أو الثقة به بأننا يمكن أن نجلس معه على طاولة حوار. هذا نقطة. نقطة أخرى من المستوى الأخلاقي، لا يمكن لنا اليوم بعد هذا الكم الهائل من الدمار بالبنى التحتية، وهي تجي بالمرحلة الثانية والأهم، هذا التدمير الشنيع بالنسبة للمنظومة المجتمع السوري بشكل التوافقي، بالقتل اليومي المنظم، بالاعتقالات العشوائية، أن نقبل أن هذا النظام بممثليه أن يكون طرف في طاولة الحوار. إذا هناك نقطتين أريد أن يعني أتحدث منها. أولا، المجتمع الدولي بالخارج أكيد له ما يقوله أو له ما يساعد به الشعب السوري، ولكن إرادة الشعب السوري هي أعتقد التي كانت من اللحظة الأولى العامل الأول وستكون العامل الأخير بقبول أي حل. لن يستطيع ولن تستطيع أي قوى خارجية مهما كانت، حتى اليوم الكثيرين الذين يتحدثون عن
حتى عن سمع الكثير من الادعاءات أن هناك الثورة تحولت إلى ثورة إسلامية وأن هناك الكثير من الغرب. يعني أريد هذه النسب، هناك على عشرات الآلاف من الشهداء السوريين، أعطوني 100 شهيد أو 100 عربي أو أفغانستاني مقتول، أعطونا أسماءهم. المقتولين هم عائلات، هم سوريين نعرفهم جميعا، وهم الذين يعتقلون. لذلك أعتقد أنا يجب أن نضع الأمور في معاييرها. اليوم التغيير سيأتي حسب يعني حسب المعطى أو حسب إرادة الشعب السوري كما يراها. والشعب السوري قال أن لا وجود لا حوار، سوريا القادمة لن تكون إطلاقا ولن تقبل أن تكون مع بشار الأسد أو نظامه. علي إبراهيم. طبعا أنا ما لاحظته من كلام الدكتور هيثم اختلاف كبير. لا ليس قصة اختلاف كبير، ولكن لاحظت أمرين. الأمر الأول أن المسألة السورية أضحت بين أيدي القوى الكبرى في العالم، ومنها الولايات المتحدة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وبعد ذلك يأتي في الصف الثاني الصين وإيران إلى آخره. معنى ذلك أن الأزمة مستفحلة إلى درجة أن السوريين سينفذون خطة لا علاقة لهم بوضعها، وهذا أمر حقيقي وواقعي، وخصوصا أن ما يحدث على الأرض، وهنا سأعقب على ما قاله زميلنا الكريم عماد، وهو يحمل النظام كل شيء، القتل المنظم وإلى آخره، ولا يعترف بوجود قوى خارجية أو بقوى الجهاديين التي تحارب التي تحارب على الأرض السورية. وأعتقد أن قبل قليل قرأت على موقع فرانس 24 مقاتلون إسلاميون يستولون على آخر قاعدة عسكرية للجيش السوري في غرب حلب. لو حاولنا أن نستقرأ قليلا أو نحلل قليلا هذا الخبر، مقاتلون إسلاميون من أين؟ طبعا هويتهم غير محددة، سوريون، أفغانيون، قطريون، لا نعرف، يستولون على آخر نقطة عسكرية للجيش السوري. المصطلح الآن لم يعد جيش بشار الأسد، أو لأن المسألة صارت، يعني إذا أردنا أن نحللها عن قرب، صارت المسألة الآن هناك خطة ستوضع من قوى خارجية تستطيع أن تؤثر في الأطراف المتنازعة على الأرض السورية. طيب في غياب حل داخلي، نعم، في غياب الأطراف المشكلة الداخلية، أيا كانت كما قال صديقنا، أيا كانت هذه الخطة لن يكون لها فاعلية حقيقية إلا بالاتفاق على الأطراف الذين يجب أن يتحاوروا لحل الأزمة في سوريا. وهذا هو السؤال الذي سنطرحه على هيثم بناء. لا بل أطراف، عندما نقول يجب أن نزيل النظام، يجب أن نكون واقعيين وألا نتخيل أن نظاما قضى 40 عاما أو 30 عاما سيأتي ليقول للمتصارعين على السلطة، هنا سأقول للمتصارعين على السلطة، تفضلوا سأقدم لكم السلطة على طبق من ذهب. نكون سذجا عندما نفكر بهذه الطريقة. النظام هو طرف، بقاء بشار الأسد أو عدم بقاء بشار الأسد أنا واثق تماما لن يكون له هذا الأثر الكبير في تمشية الأمور وحل الأزمة. طيب هيثم مناع، موقف عماد الحصري فيما يتعلق بما قلت، وأيضا الأطراف التي سيتم التفاوض معها في الداخل، ومدى قبول المجتمع السوري لكل هذه الحلول القادمة من الخارج. أسئلة عماد مشروعة، وبرد بذكر أنه عبد العزيز الخير وإياس عياش وماهر طحان ومازن درويش وأيضا كل الزملاء المعتقلين وكل المعتقلين في سوريا، لأنه أكثر من 90% من المعتقلين لا ناقة لهم ولا جمل في قضية التسليح، وبالتالي إما بقضية رأي أو أنهم كانوا في المكان الخطأ في اللحظة الخطأ فجروهم وحطوهم في السجن، ولا تحقيقات ولا في عنا تعذيب، بس مصيبة هون. يعني نرجع للأسئلة الأساسية. السؤال الأول، هل الشعب تم تغييبه؟ لا، لأن الجماعة الدولية والإقليمية تنطلق في كل مواقفها من نقطة واحدة، هي كيف يمكن وقف الحراك الاجتماعي، وليس فقط وقف العنف. أنه وقف العنف الناس تتوقع أنه إذا لم تتحقق مطالب الناس وتم على الأقل احترام خطة كوفي عنان بشكل التقليدي،
فالناس ده تنزل مش بعشرة آلاف وعشرين ألف، راح تنزل بمئات الآلاف، لأنه ما ممكن بعد كل التضحيات أن نعود إلى الخلف. ونحن نرى اليوم كيف في مصر في اللحظة التي حاول شخص أن يختطف فيها منجزات الثورة المصرية، قام الشعب المصري وكأنه بالأمس بدأت الثورة. وبالتالي نحن في حالة ثورية في المنطقة وفي سوريا، ومن الصعب أن يقبل الشعب أقل من تحقيق الأساس من مطالبه. من هنا سمعنا من وزير الخارجية الإيراني ثلاث نقاط تدل على أن الطرف الأقرب إلى السلطات السورية اليوم أصبح يسمع ويرى ما يحدث في البلاد وينسجم مع المطالب العامة للناس. الأول، لا عودة إلى الوراء في سوريا، هذا كثير مهم. النقطة الثانية، الديمقراطية هي الحل الأنسب للشعب السوري. والنقطة الثالثة، وقف العنف والدمار لفتح الباب للديمقراطية حتى لا تتكرر الدكتاتورية عبر أشكال أخرى أو بتعبيرات أخرى. هذا كلام جديد ومهم جدا عندما تسمح من هذا الطرف. فكيف إذا كانت روسيا تكلمت معك أكثر من ذلك وقدمت أطروحات أساسية فعلا تحاول تحجيم ما يمكن تسميته أشكال التطرف المختلفة من أجهزة الأمن إلى جبهة النصر؟ هون ما بتقول إنك متفائل، بالتأكيد هذا مش كلام سهل، والوضع في سوريا لم يعد معادلة بسيطة حتى نقول بأنه من السهل أن نحمل التفاؤل للناس. بالعكس، الوضع صعب جدا ومعقد جدا، ومن السهل على أي طرف اليوم يريد أن يحارب هذا أن يفعل ما يشاء. ورأينا كيف حتى محاولات طبخة الدوحة، الحرس القديم مثل ما بيقولوا للتكوين المعارض المقبول غربيا وخليجيا، فرض بشكل أو بآخر على من حاول تجديد الثياب، فرض عليه شروط أساسية، وهذه الشروط طبعت وأعطت اللون للجسم الجديد. وبالتالي في عنا مشاكل حتى عند العاقلين والناس اللي بتاخذ وبتعطي، يعني اللي بتشتغل سياسة، في مشكلة كبيرة. فكيف عند المقاتلين؟ أكيد لا نريد أن نبيع وهما الناس بأن الحل السياسي غدا، لكن منحب نقول كلمة بأنه بدأت ترتسم معالم ما يمكن تسميته حل سوري خلاق. يعني مش بدنا الحل اليمني، لا الحل الليبي، لا، بل اطلعنا من هالمنطقة هذه. علينا أن نبتكر حلا سوريا يستجيب لمتطلبات وأهداف الشعب السوري الذي خرج بالأساس من أجل الديمقراطية، من أجل محاربة الفساد ومحاربة الاستبداد. هذه نقطة. النقطة الثانية، الاستجابة أيضا لمطلب الأغلبية الساحقة اليوم من السوريين بوقف العنف المدمر الذي لم يعد له لون ولا. ومن هنا احنا خرجنا من موسكو وفي مذكرة مرسلة من موسكو إلى السلطات السورية لوقف العمليات العسكرية الجوية، وفي ضغوط ستجري بهذه الاتجاه لكي تحترم هذه الوثيقة. أيضا هناك مسألة مطالبة الأمم المتحدة بمسألة مراقبة الحدود، لأنه السيد أردوغان يعتقد بأنه ورقة من أوراق المتطرفين الإسلاميين، فنحن ندفع الثمن جرمانا بسبب أردوغان، المسؤول عنها أردوغان اللي سمح بدخول هؤلاء الناس وأن يكونوا طرفا أساسيا. تحطيم حلب سبب أساسي في الحل الأمني العسكري وسماح تركيا لهؤلاء المتطرفين بالدخول، ويتحملان المسؤولية كلاهما، وليس فقط، حتى نكون بأعين صاحية وموضوعية نتحدث عما حدث في حلب. لذلك اليوم نقول لابد من وقف منابع التمويل والشر لكل الأطراف التي بالفعل ترفض الحل السياسي، سواء كانت في السلطة أو كانت في المعارضة المسلحة أو من الأجانب، وبنفس الوقت تعزيز فرص نجاح الحل السياسي، لأن هذا هو الحل الوحيد الممكن قبل أن نصبح دولة متسولة متبعثرة ليست مركزية، لا لها سيادة ولا عندها القدرة على أن تملك برنامجا تنمويا
قابل على الرد على حاجات الناس المعاشية وليس فقط في الحريات الأساسية. سيرد عليك بالتأكيد عماد حصري، ولكن بعد الأخبار. أهلا بكم مجددا في برنامج باريس مباشر. نناقش هذا المساء تصريحات الأخضر البرهيمي حول احتمال التوصل إلى حل سياسي في سوريا. عماد حصري، الكثير من النقاط أثارها هيثم مناع، وخاصة ثلاث نقاط أساسية، يعني ما ردك على هذا؟ أعتقد أن هناك، يعني مع احترامي للمشهد الذي قدمه هيثم، بس أعتقد هناك يعني نوع من التركيز الإضاءة على الأشياء أعتقد الغير جوهرية. يعني الجيش السوري الحر أو حتى جبهة النظرة أو حتى كل من يتحدث بأن هناك الكثير من الأجانب، هذول لا يشكلون فعلا يعني غالبية الشعب السوري. أحدى أدواته هي الكفاح المسلح اللي جبروا النظام على أنه يستخدم السلاح للدفاع عن نفسه. بالتأكيد نحن يعني أعتقد، وأنت من الناس الذين أيضا سنت المظاهرات السلمية في البداية، وأنت من البداية أيضا سنت إسقاط النظام من اللحظات الأولى، الذي علينا أن نضع الخارطة بشكل واضح أمام الجميع. ما معنى أن نقول أن هناك علينا أن نتفق على حوار، يعني أن نتفق الأطراف؟ من هم الأطراف؟ هل هذا النظام أعتبره طرف؟ أنا بالنسبة لي أنا لا أعتقد. أنت تحدثت هيثم، قلت أنه على المتعنتين من السلطة أو من المعارضة، الجيش أو من أنه اللي بده متعنتين ابعدهم. السلطة، من هي السلطة؟ السلطة متمثلة اليوم بشخص بشار الأسد أو ببعض المحيطين فيه. يعني اليوم أنت تتحدث عن سلطة، يا أما إحنا بنحاور دولة سورية، دولة ما موجودة الدولة السورية. وأنت تعلم جيدا ونقاشاتنا عبر سنوات طويلة، أنت تعلم أن في سوريا لا يوجد دولة ولا مؤسسات دولة، هناك سلطة قائمة كانت تمتص عروق الشعب السوري حسب مصالحها الشخصية، وحتى حتى حتى استفادت من الطائفة، يعني ركبت على الطائفة باسم حمايتها. لذلك أعتقد هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يعني مسألة إنه نقول إنه أنا شخصيا من هذا الموقع أكيد أنا ضد أي تجاوزات، وكل يعني من يتحدث باسم الشعب السوري ويحمل السلاح ويقوم بإعدامات ميدانية، هذا شيء غير مقبول. لا مقبول. أما الجريمة الكبرى، هذا جريمة. أما الجريمة الكبرى عندما رأيت وأنا وياك ننظر التلفاز، عندما نمر طيارات الميك تقصف بشكل أعمى، هذه تلك نسميها جريمة، هذه ما نسميها، أكثر من فاجعة، أكثر من فاجعة، نعم أكثر من فاجعة في درجات للجريمة. لذلك أعتقد علينا أن نحدد الحل السياسي. أقول لك إذا كان هناك فعلا السوريين يريد، وأنا أتفق الحل اليوم يبدأ فعلا في هناك حل سياسي على بشار الأسد، هو الذي يعطي الأمل الخروج من دائرة، الخروج الآن من كل دائرة السلطة من سوريا ومن دائرة القرار، ومن بعد أن ندخل الحوار. لا يمكن أن نقول لمن يعطي الأوامر والقاتل أنها علينا أن نتحاور معه. السلطة يا هيثم، أنت تعلم وأنت يعني لك تاريخ بالعمل لحقوق الإنسان، وتعرف كم من المعتقلين تم اعتقالهم من الأب إلى الابن، وهناك أشخاص اعتقلوا بسبب نكتة. فكيف يمكن لهذه العقلية أن نقبل أن نتحاور؟ طيب علي إبراهيم، اسمح لي عفوا، كي لا نجزئ المسألة، كي لا نذهب بعيدا. المشكلة أنه نحن دائما نعود، أنا أتيت إلى هذه المنصة عدة مرات، نعود دائما إلى القضايا الأولى لنعالج مسألة في منتهى الدقة. خطة الإبراهيمي إذا كانت معتمدة على تنازلات روسية إيرانية تحديدا ستقبل بها الولايات المتحدة الأمريكية ومن ينفذ خططها، سواء كانوا في تركيا أم في قطر أم في السعودية، معنى ذلك أن هناك هامشا معينا للتفاؤل. بعد ذلك والله حيرتونا. مرة بتكون تدخل خارجي، لا إيران وروسيا متدخل خارجي، من نحن يعني أنا بالمناسبة يعني أتكلم باسم التجمع من أجل سوريا، وهي جمعية تتحدث باسم أغلبية صامتة، هي التي تدفع ثمن هذا النزاع المرعب. الأغلبية الصامتة شو موقفها من نظام بشار الأسد؟ هذا بيهمني. أنت الأغلبية صامتة لم تحدد موقفها، ما بعرف أنت يعني عندما ترى هذه الأغلبية الصامتة أن بعض العناصر المقاتلة تذبح الناس على الهوية وتمثل في جثتهم، تقول لك لا أخي، دكتاتورية بشار الأسد ولا نحن إرهاب وظلامية هؤلاء، نحن نرفضها كما هي سمي رفضها. بس هل أنت ترفض اعتقال المثقفين
اسمح لي انا لست مع اسمعني انا لست نحن قلنا عن موقفنا انا ضد القمع بكل اشكال وضد الاعتقال من اجل الراي وضد التعذيب وضد ولكن المساله ليست هنا الان طبعا ولا تتعلق لا بشار الاسد بالمناسبه ولا بفاروق الشراء ولا ب 20 شخصيه ممن يمكن ان نذكر اسمائهم من يقودون. انت تقول انه لا توجد دوله سوريه، لا توجد دوله سوريه، هذه الدوله السوريه تنفذ مشروع سياسي لحزب حاكم كان اسمه حزب البعث العربي الاشتراكي، وفي بداية التحرك طولب هذا الحزب بأن تلغى المادة الثامنة في ألا يكون حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع، وبعد ذلك دعي إلى أكثر من منصة حوار وتم رفضها من بعض الجوانب وقبولها من بعض الجوانب. لذلك هذا دليل أن هناك ليس هناك دولة. يا صديقي يا صديقي هذا دليل. لا هذا لا يعني الحزب الحاكم الذي تحدثت عنه قدم مقترحات وتمت إزاحتها وتم إزاحة العديد من الشخصيات الأساسية في حزب البعث إلى الخارج. اسمعني الدولة الوطن لا يمكن تجسيده، مستحيل الدولة شيء تجسيده. والوطن شيء. واصل بالفكرة، واصل بالفكرة فيما يتعلق بالحاكم. فكرتي الدولة فضل. تنفذ مشروع حزب حاكم، وعندما تتعرض هذه الدولة لمظاهرات في الشوارع أو لعدوان مسلح أو لعصابات مسلحة، هي منذ بدء التاريخ حتى الآن الدولة تمتلك حق احتكار العنف، ولهذا الاحتكار آلاف الأشكال عبر التاريخ. هذا دولة، ولكن حتى دولة القرون الوسطى ليس عفوا حتى بالديمقراطية عندما تريد أن تنفذ مشروعا سياسيا لابد لك من أن تحصل في البرلمان على ما يسمى باللغة الفرنسية ماجوريتي إكرازان، أغلبية ساحقة. لاحظوا الفعل إكرازي يعني سحقة سحق، وقد يمكن أن يكون هذا السحق تحت الأحذية كما تحت جنازير دبابات. لا هذا لا هذا هذه الديمقراطية التي نرومها. أنا في الحقيقة لا أتشرف كثيرا بالنموذج الديمقراطي الأمريكي الذي تقوده شركات طيب تجارية أسلحة إلى آخره. هذا لا يعني علي إبراهيم أن العنف مقبول، ولكن لنواصل النقاش معك هيثم مناع. هل تعتقد أن بعض عواصم القرار شعرت بأن الوضع على الأرض يتجاوزها كليا، وأن الفكرة التي ربما أعطت وفتحت طريق أمام الحل السياسي إقدام الإدارة الأمريكية على إدراج جبهة النصرة والعديد من الحركات السورية على قائمة المنظمات الإرهابية؟ بالتأكيد، لكن في نقطة قبل أحب أقولها في نقاش الدولة. نحن جاءتنا سلطة أمنية عسكرية قامت بعمل عسكري صحيح يخالف طبيعة الدولة. الدولة لم تكن يسمح لها لا بإعلان حالة الطوارئ بدون برلمان، لا أعلن حالة الطوارئ من بيان رقم واحد، في حين أن البرلمان صحيح. السوري في عام 63 هو الفئة الوحيدة اللي عندها الصلاحية. إذن نحن من اللا شرعية تمت مصادرة السلطات الثلاث من قبل مجموعة قامت ببناء سلطة قبل كانت حزبية أمنية ثم أصبحت أمنية عسكرية. الحزب تهمش. هذا الوضع لم يلغي أنه في وقتها في عام 70 كان في 4 ملايين اللي اليوم تقريبا 8 ملايين مع عائلاتهم ينتمون لي ما يسمى الإدارة والمرافق وكل ما يتعلق بالدولة. إذن نحن أدخلنا الخلايا السرطانية وغيرنا في الهرمية بحيث فرضنا على السلطات الثلاث سلطة من خارجها وفوقها. نحن إذا كان هذا انضرب بمجرد أن ضربت اليوم السلطة، لذلك نقول نريد إسقاط النظام، لأن هذا النظام نصب نفسه فوق الدولة. عندما يسقط النظام الدولة تتنفس. الموظف العادي اللي بحياته ما سرق واللي قاعد بيشتغل شغله بكل أمانة كموظف للدولة السورية بيشتغل بالأحوال الشخصية ولا بيشتغل بالاقتصاد ولا بالتخطيط، هذا ليس مجرما وهذا جزء أساسي من عملية التغيير. بالعكس لديه خبرة التغيير الديمقراطي بحاجة لها. فنحن بحاجة لتنظيف جهاز الدولة من الخلايا السرطانية التي شوهت مهمة الدولة. ومن هنا نحن نقول نحن مع التفاوض مع الدولة من أجل التغيير الديمقراطي، من أجل دولة ديمقراطية. والدولة ممثلة بمن؟ دكتور هيثم، من يمثل؟ سنصل. عندما نطرح مسألة التفاوض وتقبل بها تعبيرات أساسية ليست مشاركة في الصراع، نحن مثل ما منقول نحن مسجمين مع أنفسنا كثيرا كهيئة التنسيق. نحن لما نقول
ما منروح على طهران ولا منروح على الدوحة ولا منروح على اسطنبول لنناقش الشأن السوري لأنها متورطة. نفس الشيء منقول نحن اللي اليوم قاعد بيقود عملية بالضبط ضد أحياء سكنية لا يمكن أن يكون طرفا في الحوار اليوم، لا يمكن أن يكون طرفا في التفاوض للتغيير الديمقراطي، وهو يمزق المواطن السوري ويقتل المواطن السوري. اللي بيقتل مواطن سوري خاين، إن كان شاشاني ولا كان مسلح من هون ولا كان من الحل الأمني العسكري. مشكلتنا الأساسية هي أن هناك أغلبية حقيقية لا علاقة لها بما يجري في الميدان، وبالتالي هذه الأغلبية هي التي ستمثل الدولة وهي التي ستكون. لك يا أخي نحن عندنا بالمعارضة في ناس سرقت بخمسة أشهر ما لم يسرق في السلطة في ثلاث سنوات أو أربع سنوات. طول بالك في كل شيء صار عندنا كل شيء. طول بالك. معنى ذلك لأننا نحن بحاجة إلى عملية بالفعل، عملية أن يكون الأفضل من هنا وهناك هو من يمسك ب قضية الخروج. وتأكد أن الشعب السوري سيصطفي ويعرف يا دكتور هيثم، لكن سيضع خلفه فعلا حقيقة الشعب السوري سيضع خلفه كل من لما يتحدث باسمه وكل من 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 يعني من يعني من تجاوز إما بالمبالغة مع المعارضة إما بالبلاغة. بس في شيء واضح، أنا خلي السؤال بالجواب على سؤاله. أكيد نحن ننتقد، أنا شخصيا أنتقد وجزيء كثير من المعارضين ننتقد كل شيء خارج القانون. هذا نحن نعطي نفسنا ديناميكية العمل المعارض داخل المعارضة، ننتقد ونحن نتمتع بهذا الشيء، وهذا نوع من أول خطوة من خطوات الديمقراطية التي نريد أن نتحدث فيها. طب معارض خارج مجلس وخارج الائتلاف، خارج مجلس وخارج الائتلاف، وأعتقد أنني معارض خارج المجلس وخارج الائتلاف وخارج التنسيق إذا بدك، هن هدول المعارضين اللي بشكل غالبية الشعب السوري اللي هن خارج كل الأطر السياسية والثورية. إذن أنت تؤيد. التقينا على مفترق التقيت معه قليلا ولكن مفترق على أي حال. أعتقد أني لن أعتذر منك، لن ألتقي لأنك أنت تدافع عن لا أنا لا أدافع، أنا لا أدافع، أنا مسدس في رأسي. حتى الآن لم ندخل في الموضوع يا جماعة، نحن الآن على بس خليني أكمل القصة، بس لو سمحت الفكرة صغيرة بس عم بيسأل على هامش القصة. بالتأكيد اليوم كل من يتجاوز القانون الدولي هو مدان من أي طرف كان. طيب اليوم المسؤول الأول والأخير هو من يدعي أنه يمثل الشعب السوري أو يمثل السلطة السورية، هو المدان الأول والأخير، هو من يطلق النار، هو من الذي أبعد كل الحلول السياسية الممكنة والتي قد تكون اليوم أيضا حاضرة بأن بشار الأسد يخرج علينا في في التلفاز غدا ويقول قد تنحيت عن منصبي للدفاع يعني للحفاظ على دماء السوريين. إذا كان فعلا يعتبر نفسه وطني، وأعتقد أن أنها اللحظة الأخيرة التي قد ينظر إليها السوريين يعني بقليل من الرحمة له، لأنه أعتقد أنه بطريقه إلى المحاكمة. لذلك أعتقد الحل السياسي موجود، ولكن لا يمكن بشار الأسد ونظامه كالباب الذي يوضع في غرفة. سوريا هي الغرفة في الداخل، نريد أن نعمل وننظمها لأن سوريا بحاجة إلى تنظيم، ولكن هذا الباب هو هذا النظام يمنعنا من دخول العمل، يريدنا أن ندخل بالخوذات والبدل العسكري لنعمل عنده. عفوا باختصار أنا أريد أن أعيد فقط الأمور إلى الموضوع اللقاء. إذا كان هذا النظام لا يمثل أحدا فالأحرى به أن يسقط اليوم قبل غدا، وحكمة التاريخ ومنطق التاريخ لا يمكن أن يقبل أي عاقل بأن يكون هناك نظام لا يمثل أحدا ويبقى متشبثا بالسلطة. هناك ادعاء، وعلينا عندما نريد أن نحاور أن نقبل بالأطراف جميعا بالآخر، هذا النظام يدعي أنه يمثل جزءا من الشعب السوري، كثر أو قل، أغلبية أم أقلية، ولكنه يمثل جزءا من الشعب السوري. لا يدعي خليك على كلمة يدعي أحسن. طيب يدعي أنه العربية مهمة يمثل يدعي. ولولا أنه يمثل لما كان بإمكانه حتى أن يدعي. لا. ففي هذه الحال أنت تريد أن تحاور وسيأتي نيرون إبراهيمي. نيرون كان يدعي أن روما مدينته الجميلة. دعني من طيب. الزوائد. طيب علي إبراهيم سنتقدم في النقاش. نعم. لأن هناك أسئلة الفيسبوك، سنبدأ بطرح أسئلة المشاهدين على الفيسبوك، وسأبدأ معك أطلب وأصر وألح على ضرورة الاختصار في الرد لأن الأسئلة كثيرة، وأبدأ معك علي إبراهيم.
الغالي القاسم بشير من تشاد يسأل: ألا تعتبر جهود الأخضر الإبراهيمي إنقاذا لنظام الأسد أكثر مما هي إيجاد حل الأزمة السورية؟ باختصار لو سمحت. لا لا تعتبر إنقاذا لنظام بشار الأسد ببساطة شديدة. عماد حصري خالد من الجزائر: هل يكون الأخوان البديل في سوريا كما في مصر وتونس؟ طبعا لا، الأخوان المسلمين أعتقد أنهم في مرحلة صعبة جدا، وهم إلى الآن غير مقبولين لا بالشارع السوري ولا بالشعب، لا عند المجتمع السوري بشكل. هيثم مناع وليد محمد وليس وليد معلم: ما هو الحل الأمثل لإنهاء الصراع في سوريا في ظل تمسك الرئيس بالسلطة؟ اختصار دائما. الحل الأمثل لإنهاء الصراع في سوريا في ظل تمسك الرئيس بالسلطة، الحل التنحي أم لا؟ هذا هو المقصود. السياسي الحل الأمثل. إيه الحل السياسي هو الأمثل، ولو كان الثمن 3 أشهر انتقالية بوجود بشار ما في مشكل، لكن بتعهد بأن يكون الانتقال سلميا وأن يخرج من علي إبراهيم. خديجة الأهلول من تونس: هل يمكن القول أن النظام السوري سينتهي بنهاية الدعم الخارجي له؟ هذه بعض الأطروحات، يقال أنه إذا انتهى الدعم الخارجي له، ولكن النسيج الأزمة لا ينبئ بأن الدعم الخارجي سيتوقف بهذه البساطة. عماد حصري: عايشة النابلي من ليبيا: هل من المحتمل أن تستمر روسيا والصين وإيران في دعم النظام وهو في أسوأ حالاته؟ لا، العلاقة ما علاقة كاثوليكية يعني بيناتهم، علاقة العلاقة بالمصلحة، واليوم أعتقد هناك في بعض البوادر وأكد هيثم يعني. هيثم الناع بشير الشريف من ليبيا: لماذا يستمر الغرب في المماطلة إزاء الأزمة السورية؟ لا يستمر في المماطلة، يعني للأسف ما حدا مستعد يدفع متليك من أجل الدم السوري. طيب علي إبراهيم، متليك لازم نسرعه نشاهد المتليك قرش يعني. علي إبراهيم. علي طارق من تشاد: هل الحل سيكون تنحي الأسد وإعطائه حصانة وتسليم السلطة للبرلمان؟ يعني إذا قبل بالتنحي ونحن جميعا نروم المرحلة يعني أن تكون المرحلة الانتقالية كما قال الدكتور هيثم مرحلة سلمية، تكون هناك ضرورة لها، لأن ترك الأمور هكذا للفوضى أمر أيضا غير مقبول، فلما لا يعني. أنا طرحت السؤال في البداية على هيثم مناع عن الكواليس. من الكواليس الكلمة الوحيدة هي احتمال بقاء 3 أشهر حتى ربما الانتقال إلى مرحلة أخرى. أشكر في الختام هيثم مناع رئيس هيئة التنسيق الوطني السوري في المهجر، والناشط السياسي عماد حصري، وعلي إبراهيم المدير السابق للمركز الثقافي السوري في باريس. ستكون لنا بالتأكيد لقاءات أخرى بمناسبة جنيف 2. شكرا لكم.